صباح لحضراتكم مرة تانية، وكعادتنا في صباح الخير يا مصر دايما بنبدأ معاكم أولى فقراتنا بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها استقبال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بقصر الاتحادية الرئيس الإريتري السياسة أفورقي. وتضمنت المباحثات تأكيد الجانبين مواصلة تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق نقلة في مستوى وعمق التعاون في مختلف المجالات. كمان تم التوافق على ضرورة احترام سيادة دولة الصومال وأدعمها في رفض كافة الإجراءات التي من شأنها الانتقاص من هذه السيادة. كمان امبارح تم الإعلان عن وجود 100 معرض من سلسلة معارض أهل رمضان في جميع المحافظات، وخلال الأسبوع ده هيتم افتتاح المعرض الرئيسي بأرض المعارض في مدينة نصر، وده طبعا الهدف منه هو توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية بأسعار مخفضة. تفاصيل الأخبار دي وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية للرئيس الإريتري إسياس أفورقي. تضمنت المباحثات ترحيب الرئيس بزيارة الرئيس الإريتري لمصر وتأكيد اهتمام الجانبين بمواصلة تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق نقلة في مستوى وعمق التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية. وركزت المباحثات على تنشيط التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز التدفق الاستثماري عبر دعم تواجد الشركات المصرية في السوق الإريترية في القطاعات ذات الاهتمام والأولوية للجانبين، واللي بتتمتع فيها الشركات المصرية بميزات نسبية وخبرات متراكمة. وأيضاً تباحث الرئيسان كذلك بشأن التطورات اللي بيشهدها القرن الإفريقي، وتم التوافق على ضرورة احترام سيادة دولة الصومال ودعمها في رفض كافة الإجراءات التي من شأنها الانتقاص من هذه السيادة. كما تم التطرق إلى الأوضاع في السودان وتأكيد أهمية استمرار العمل المشترك بين مصر وإريتريا في إطار مسار دول الجوار من أجل التوصل إلى حلول جادة للأزمة تفضي لوقف إطلاق النار بما يضع حداً للمعاناة الإنسانية اللي بيمر بها الشعب السوداني الشقيق ويلبي تطلعاته وآماله في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية. امبارح دشن قداسة البابا تواضروس الثاني مذابح وأيقونات بكنيسة السيدة العذراء بمنطقة أرض الجولف بمصر الجديدة، وده بعد انتهاء بعض التجديدات اللي أجريت فيها. واستقبل الآباء كهنة الكنيسة قداسة البابا على البوابة الخارجية للكنيسة، وتوجه إلى اللوحة التذكارية التي تؤرخ للتدشين وأزاح الستار عنها مباركاً إياها باسم الثالوث، والتقطت له صورة تذكارية أمام اللوحة وحوله كهنة الكنيسة. وقدم قداسته الشكر في كلمته عقب التدشين للآباء كهنة الكنيسة ومجلسها والشمامسة والأراخنة. أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية امبارح عن وجود 100 معرض رئيسي أهلا رمضان في جميع المحافظات. أيضاً هيتم خلال الأسبوع الجاري افتتاح معرض أهلاً رمضان بأرض المعارض بمدينة نصر. وأوضحت وزارة التموين أن هناك تعليمات للشركة بضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية خلال إقامة معارض أهلاً رمضان على مستوى الجمهورية. وأشارت إلى أن هناك تنسيق مع الغرف التجارية والمحافظين لمتابعة ضخ السلع بصفة يومية بالمعارض. أيضاً بيتم توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية لتأمين احتياجات الدولة والمواطنين ومواجهة زيادة الإقبال المتوقع خلال الشهر الكريم. We'll be right back.